السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناة عرب جيلو لينكس، معكم عبد المجيب، شاهد الوصف. اليوم راح أتكلم عن برنامج الواين، كيف نضبط شكله. هذا الشيء بيجيبت مثال زين، كيف نضبط شكله علشان يكون شكله يعني برامج لما تفتح يكون شكله حلو كانك فاتح على الويندوز، يعني مو يطلع شكله قبيح. تمام. الشغل الثاني كيف نشغل مكتبة الشاملة. اوكي، طبعا الدرس هذا اساسا 90% 100% مسوي عشان المكتبة الشاملة مو عشان الواين، لكن طبعا المكتبة الشاملة معروف مكتبة كبيرة والى اخره، لكن واحدة من الاخوات سالت بمنتدى الدعم عن المكتبة الشاملة. انا ما ادري وش المكتبة الشاملة، اسمع بكثير، لكن لما ثبتته وشفته صراحة لقيت حاجات مهمة تمام تهم طلبة العلم، فلذلك قلت خلنا نسوي الدرس هذا عشان نفيدكم كيف تشغلوا المكتبة الشاملة على الواين. احب اقول لكم انه راح تشتغل ان شاء الله بكفاءه اذا شغلت هذا الراس معي شوي. طبعا الخطوات هذه كلها اللي راح اسويها ممكن نسوي بملف واحد، لكن انا اسوي واحده واحده عشان بعدين لو واجهت مشاكل تعرف الاشكاليه باي نقطه عندك. طيب، طبعا المكتبه الشامله اعطتني اياها هذه الاخت العزيزه، والله ما ادري اسمها، والله ما ادري نسيت اسمها. عموما ملف مضغوط راح تفك الضغط عنه، هذا هو. اوكي، طبعا موجود تحت. لما تفك الضغط راح ينتج عنه التالي، راح ينتج عنه الملف هذا. طبعا المكتبة الشاملة هذه ما موجود الملف مضغوط، لا 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 لا, لا. انا ما ادخل المكتبة الشاملة، انا بقول لك عن الاشياء راح تشغل المكتبة الشاملة الواين بشكل صحيح. تمام، اما المكتبة الشاملة فيه عليك انت جبه. طبعا بعد فك الضغط انا هذا عندي مجلد مشاملة بمجلد الهوم، نشرب شوي شاي ونروق شوي، انا ما ادري ليش اركض. طيب اليوم وصلت هنا. طيب تفك الضغط يجيك هذا الملف اللي هو ريجستري، ويجيك هذا الخط الاريال، عندك ايضا اللونه هذا الثيم اللي راح نثبته على البتاع هذا، ثم بالنهايه بيجيك اللي هو ملف التشغيل هذا. اوكي، وايضا عندك اللي هو ملف تحسين الخطوط هذا. طيب كيف نزبط الامور هذه؟ اول حاجه راح تسويها هي انك تفتح الواين، تفتح الطرفيه الله يسلمك. طبعا الواين يفترض انه يكون مثبت عندك. كيف اثبت الواين؟ تحت فيه طريقه تثبيت الواين. طيب الان بعد تثبيت الواين راح تكتب واين سي اف جي، ماشي؟ سلام كيدي يا اخي، كل شيء بالفاره انت. طيب لاحظ الثيم هنا جميل، مو هذا الشكل الافتراضي حقه. كيف سويت الثيم هذا؟ راح الديسكتوب انتجريشن هذه، ثم اختر على انستول ثيم، ثم راح الله يسلمك الى مجلد الهوم حقك، هذه مكتب الشامل عندي اوبن، هذا اللي هو الملف لونه اوبن، طبعا اساسا موجود هو. طيب بعد تثبيته ايش راح يصير؟ راح يكون موجود هنا، طبعا هو نو ثيم، هذا الشكل الافتراضي حقه خايس زين، لكن انت راح تختار على اللي هو ويندوز اكس بي ستايل، هذه راح يغير لك الشكل، تختار من هنا اللون اللي تبي، مثلا سيلفر عشان يعطيك اللون الرصاصي، او اوليفا عشان يعطيك اللي هو زيتي. طيب خلصنا الحين هذا الشكل، زبطناه، وش باقي؟ حط على اوكي، ماشي؟ اكتب سي دي، ثم حط علامه التلده هذه اللي هي شيفت مع حرف الذال، ثم سلاش شامله، طبعا لان الشامله موجود عندي مجلد الهوم، فاكتب بالشكل هذا. الان انا موجود داخل مجلد المكتبه الشامله لان كتبت سي دي، ماشي؟ ماشي. راح اسوي التالي، راح اكتب تشينج مود زايد اكس نجمه دوت شل، هذا عشان كل ملفات الشل عندي يعطيهن تصريح التشغيل، انتر. الان راح اكتب الشكل هذا نقطه، بعدين احط باك سلاش، ثم اكتب اللي هي واين، ثم حط اضغط على زر تاب اللي هو فيه سهمين متقابلات عشان يكمل لك اللي هو النص. اضغط على انتر، راح يجيك الشاشه الجميله هذه، اختر الخيار الثالث عن طريق الاسهم، اختر اوكي، ثم اضغط على اوكي. الان تم تثبيت الخطوط. النقطه الثانيه اللي بعدها هي انك تضيف ملف الريجستري على الواين. اوكي اوكي، ريجستري ما ادري ايش ريجستري ولا ايش موضوع، هو شيء بالويندوز صراحه. طيب راح اكتب واين، ثم اكتب واين، لا عفوا، راح اكتب ريج اديت دوت اي اكس اي، ثم اكتب اي ار تاب. تمام، لاحظ انه راح يعطيك حط اندرسكور، راح يعطيك هذا ملف الريجستري اللي هو ار اي جي، اضغط انتر. الان ايش بقى؟ الان بقى اننا نفعل الترميز، اكتب لوكيل ناقص اي، انتر. اذا ظهر عندك اي ار اس اي كان خيرا، انت يعني نط الخطوه هذه، ما ظهر اكتب سودو نانو اي تي سي لوكيل دوت جي اي ان، انتر. ادخل على هذا الملف، راح تحصل فيه ترميزات كثيره، انزل لين تلقى العربي. اوكي، هذا اي ار، احنا راح نفعل اي ار اس اي عشان يتوافق مع ملف ريجستري. طبعا هو اذا غير مفعل راح تلاحظ عنده علامه الهاش هذه، انت راح تمسح علامه الهاش هذه، اضغط على كنترول اكس، تاكد انه لوحه المفاتيح تكتب بالانجليزي الحين، كنترول اكس، ثم اضغط على حرف واي، ثم اضغط على انتر، اكتب سودو لوكيل ناقص جن، انتر. الان ظهر عندنا اي ار اس اي. باقي عندنا شغله واحده، المكتبه الشامله تعتمد على خطوط الويندوز، واحد من خطوط الويندوز اللي هو خط اريال هذا، راح تنسخه كوبي، تروح المجلد الهوم عندك،
اظهر ملفات المخفيه عن طريق كنترول اتش او عن طريق الت مع نقطه. تمام، طبعا هذه الملفات اللي هي الكي دي اي. ابحث عن مجلد مخفي اسمه واين، هذا واين، راح لدرايف سي، الان راح لبروجرامز، لا راح لويندوز، راح الفونتس، الصق الخط هنا. طبعا انا عندي خطين اصلا حاطه، طبعا العلم كان حاط كل الخطوط الكمبيوتر هنا عشان اتاكد انه كل شيء موجود، ما اقدر العب عليه الواين، الويندوز ده على حركات. طيب الان سوينا الشغلات هذه كلها، ايش بقى؟ بقى انك شفت هذا الملف اللي هو الشامله دوتشل، اضغط عليه مرتين او مره واحده على حسب سطح المكتب عندك. احيانا يطلع لك نافذه تقول لك تشغيل او رن، اضغط على رن. اوكي، بالنسبه للكي دي ضغط واحده. نم نم نم. يلا حسنا، اوكي حسنا، الان اشتغلت عندي المكتبه الشامله باللغه العربيه. اوكي عشان نشوف الموضوع تمام، اضغط على هذا، اضغط هذا المصحف. تمام اوكي، ما عندك مشاكل. انا لاحظت ان خطوط فيها تقطع، ما ادري ليش. تمام، عموما اي واحد منكم يلقى خط زين او يلقى حل لدمج الخطوط يزبطهن يحط تحت بالتعليقات علشان ادمجوا مع الحلول او اني اشوف له حل. اوكي ترى خلاص انتهى درس اليوم، استفيدوا من هذه المكتبه العظيمه. انا راح اشوف موضوعها صراحه، فيها كتب كثيره وفيها شغلات حلوه تفيد الواحد. اوكي احيانا البرنامج يهنق زي كذا بالطريقه هذه، عادي برنامج ويندوز. تمام، فاسحب عليه شوي هو راح يسكر. خلاص انا قضيت، مع السلامه، اشوفكم ان شاء الله الدرس الجاي بامان الله. اسئله استفسارات لا احد يعلق بالتعليقات، نقول طنشتنا، شوف عندك منتدى الدعم الفني انا على طول ادخله بامان الله.